خلينا نشوف مثال. نفتح صورة. مثلا خلينا نعمل بث على مسار الوجه، نختارها عندي هاي، نيجي لهون كمان، ونيجي للهاندل ونعدل فيها شوي. طيب بدنا نراعي انه الستروك فقط والفل بيكون شفاف او نم، يعني عكس اللي موجود هون. الستروك فقط والفل نم. بعد ما نخلص رسم الخطوط نحول هاي الخطوط لأشكال من Object Path، بعدين نختار له Outline Stroke حتى نستطيع التلوين بأداة Shape Builder Tool. بدنا نراعي بالعمل بأداة البين تول كيفية التحويل بين Smooth Incher والCorner Incher Point. البن تول زائد الالت بتخلينا نتحكم اكثر بالانشر بوينت والهاندل. أدوات التقطيع Eraser Tool، نستخدم الأداة لتقطيع الأشكال Eraser Tool. ويمكن التحكم في قياس الأداة باستخدام اختصار لوحة المفاتيح د لتكبير حجم الأداة و ج لتصغير حجم الأداة. بكل بساطة د بنكبر حجم الأداة، وجيم بنصغر حجمها.